بالنسبه ليا المباراه اليوم ديال الوداد مع نهضة بركان تنظن بان مباراه قويه. كاين جوج ديال الفرق اللي عندهم خطوط قويه، لا نهضة بركان ولا الوداد. طبيعة الحال الوداد عندهم تجربه اكثر في المنافسات الافريقيه، ولاعبين لعابه عندهم تجربه اكثر من فريق نهضة البركانيه، ولكن هاد الموعد تنظن بانه غيكون خاص، لان الانديه بجوج تيحدهم طموح باش يمشيو للنهائي. بطبيعه الحال تنظن بان المباراه غتكون صعبه، لان رغم ان كاين بعض الافضليه لنهضة بركان من الناحيه الهجوميه في هذا الوقت هذا، لان فريق الوداد ناقص عنده شويه الفعاليه. تنظن بان القوه ديال الوداد دائما تتجلى في الخط الهجومي، الخطوط الاخرى فهي دائما متوازنه، ولكن شفنا في المباريات الاخيره ما كانش فعاليه هجوميه، هذا الشيء اللي اثر على النتائج ديال الفريق. في الوقت اللي نهضة بركان عنده لاعبين في الهجوم اللي اقوياء. اول حاجه غادي نشوفوا مباراه جيده لانه جميله، لان الفرق بجوج تيهاجموا، ونتمنى الافضل انه يتاهل ان شاء الله. بالنسبه للمباراه ديال غدا، كاين فرق بين الانديه بجوج بطبيعه الحال، لان فريق الرجاء عنده واحد انطلاقه جيده مع بدايه الموسم بجميع المسابقات التي تخوضها. فريق وداد فاس حقق الوصول ديالو لهذا الدور ديال الكاس، وتبقى هذا هدف كبير بالنسبه لهم، ولكن المباريات ديال الكاس ما تتعرفش الرجوع للتاريخ، ولا مباريات ديال الكاس تتعرف اللحظه، وبالتالي المباراه غتكون قويه. فريق وداد فاس ما عنده ما يخسر، عنده بعض اللاعبين اللي ممكن انهم يبرزوا المؤهلات ديالهم غدا، في الوقت اللي فريق الرجاء ما مسموحش ليه بالخطا في مباراه ديالهم.